السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببي هورلو سورة المنافقون آية نمبر 8 أليم ومرعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه آية يرهم ورحمة الله.